الأهداف العملياتية عرضنا لحضراتكم خلال المؤتمرات السابقة عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني، والتي تم تنفيذها في محور كتاف، والتي تم الإعلان عنها من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف في 26 أغسطس في الشهر الماضي. وكما ذكرنا سابقا، كان هناك محاولة التفاف من الميليشيا الحوثية ضد الجيش الوطني اليمني. تم إسناد وحدات الجيش الوطني اليمني. اعتمدت الميليشيات الحوثية في تكتيكاتها العسكرية على الموجات البشرية، وكان هناك استماتة من قبل الميليشيات الحوثية بمحاولة السيطرة أو القضاء على وحدات الجيش الوطني اليمني. تم إسناد هذه الوحدات بإسناد جوي قريب وبإسناد ناري من قوات التحالف. هناك العديد والكثير من الخسائر للميليشيات الحوثية، والتي عرضناها على حضراتكم في المؤتمرات السابقة. إحصائيات الجيش الوطني اليمني، هناك أكثر من 1500 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية. هناك تدمير أكثر من 250 عربة نقل الأسلحة والإمدادات، ونحن نتكلم عن فقط هذه المحاولة من الميليشيات الحوثية، عدا خلال الفترة الماضية أو 5 أسابيع ماضية من خسائر الميليشيات الحوثية في هذا المحور. أيضاً استمرار لهذه العمليات، نعرض لحضراتكم بعض الاستهدافات لعناصر الميليشيا الحوثية، خطوط الإمداد ونقل الأسلحة في محور كتاف تحديداً. استهداف عناصر مقاتلة في مديرية كتاف والبقع، كما تلاحظون في الشريحة عملية الاستهداف والتدمير. استهداف عناصر مقاتلة وإمدادات تتبع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف والبقع، كما تلاحظون العناصر الإرهابية، محاولة استخدام الغطاء الشجري ونقل الأسلحة إلى هذه المواقع. كما ذكرت، كان هناك محاولة استماتة سواء بتقدم العناصر الإرهابية أو من خلال دعم هذه العناصر الإرهابية بالأسلحة والإمدادات. عملية الاستهداف والتدمير، استهداف عربة إطلاق صواريخ وموقع تخزين أسلحة في مديرية كتاف والبقع، عملية الرصد، عملية الاستهداف والتدمير من قبل قوات التحالف. استهداف عربة نقل أسلحة وإمدادات في مديرية كتاف، كما تلاحظون إحدى عربات نقل الأسلحة والإمدادات للعناصر الإرهابية، عملية الرصد والمتابعة، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف مهاجمة عناصر مقاتلة ونقل الأسلحة تتبع الميليشيات الحوثية، كما تلاحظون محاولات الميليشيا الحوثية نقل عدد من الأسلحة في مناطق إمدادات متقدمة، عملية الرصد من قبل قوات التحالف والمتابعة المستمرة، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة تتبع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف، عملية الرصد من قبل قوات التحالف، محاولة استخدام التجاويف الجبلية، وعملية الاستهداف والتدمير. رصد العناصر الإرهابية، كما ذكرت الميليشيات حاولت استخدام الموجات البشرية في الدفع بمقاتليها إلى الجبهات الأمامية، عملية الرصد من قبل منظومات التحالف، وعملية الاستهداف والتدمير لهذه العناصر وأيضاً خطوط الإمدادات. عملية الاستهداف والتدمير، استهداف عناصر مقاتلة إرهابية، عربة نقل الأسلحة، كما تلاحظون محاولة نقل هذه الأسلحة إلى نقاط إمداد متقدم، عملية الرصد من قبل منظومات الاستخبارات. تلاحظون تحرك العناصر الإرهابية ومحاولة اتخاذ الغطاء الشجري لنقل هذه الأسلحة، وعملية الاستهداف والتدمير. استهداف عناصر مقاتلة تتبع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف، عملية الرصد، تحرك هذه الأمواج البشرية والتي تم من خلالها إسناد وحدات الجيش الوطني اليمني، عملية الاستهداف والتدمير. رصد لأحد القناصين، كما تلاحظون محاولة التحرك، وعملية الاستهداف والتدمير. استهداف عناصر مقاتلة تتبع الميليشيات الحوثية تحاول نقل الأسلحة والإمدادات، عملية الرصد، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف عناصر مقاتلة إرهابية، كما تلاحظون من الميليشيات الحوثية، هذا كان في محافظة حجة مديرية حرض.
اتخاذ أحد الأماكن لتخزين الأسلحة وعملية الرصد والمتابعة من قبل قوات التحالف، تجمع المقاتلين الحوثيين في أحد المواقع، كما تلاحظون تجمع المقاتلين وأيضا ألواح الطاقة الشمسية لاتصالات الميليشيات الحوثية، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف عربة نقل أسلحة تحمل أسلحة وذخائر في محافظة صعدة، عملية الاستهداف والتدمير.